لو الحكاية فيها إن فيتو. فضل يا أستاذ أحمد. اسمي أحمد شحاتة، بدرس في الأكاديمية البحرية لعلوم الشيكولوجيا والنقل البحري، كلية النقل الدولي، مدير العلاقات الخارجية بجمعية المعاقين بإسكندرية. رسالة توجهها للشباب. رسالة وجهها للشباب، النهاردة المنتدى اللي هم فيه ده يثبت ان في تواصل ما بين الشباب وبين رئيس الدولة، يدي الشباب حافز ويديهم ان مصر هتبقى افضل وهتنهض، ويديهم امل اكبر ان شباب صغير هو الجيل اللي جاي، هو اللي لو مسك اي يعني ليدر في الدولة هيكون يعني متفاعل، والمؤتمرات زي دي بتديهم حافز اكبر معنوي ان هم بيبقوا متفاعلين بعد كده، وان مصر ان شاء الله هتبقى تنهض تبقى احسن. في جلسات هتشارك فيها؟ هو الجلسه امبارح انا شاركت فيها، وان شاء الله جلستي جايه ربنا يسهل.